شبيبة بجاية والضيف شبيبة الثورة لم تأتي بجديد بخصوص مستقبل الجويين في حاضرة القسم الأول. بعد أن تمكن البشريون من الوصول إلى شباك قاسم في الدقيقة 15 ركنية أود ارتقى فوق الجميع وأسكن الكرة داخل الشباك أمام مدرجة شبه فارغة. 10 دقائق بعد ذلك كرة ضائعة من خط وسط البجاوي استغلها بالخير الذي وجد المجال مفتوح أمامه لإضافة الهدف الثاني لشبيبة الثورة. هدف أثر على معنويات لاعبي شبيبة بجاية الذين استفادوا من ضربة جزاء أعلنها الحكم بوكوسا بعد أن لمست الكرة يد بن محمد. ضربة الجزاء نفذها بنجاح مداحي مقلصا الفارق إلى هدفين مقابل هدف واحد وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. ومباشرة بعد صافرة الحكم معلنة بداية المرحلة الثانية بالخير ترقى كرة في العمق وفق على إثرها من مباغتة الحارس البجاوي قاسم للمرة الثانية على التوالي مضيفا الهدف الثالث للثورة. دقيقتين بعد هذا الهدف الزاوي وزع كرة على طبق للعمري دون عناء تمكن من إضافة الهدف الرابع في شباك قاسم. رد فعل البجويين كان بواسطة الكرة الثابتة التي نفذها البديل زغلي لكن القائم حرمه من تقليص الفارق للمرة الثانية. وفي اللحظات الأخيرة الحارس البجاوي قاسم انقضى مرماه من هدف خامس أمام بالخير لتنتهي المباراة بفوز شبيبة الثورة على شبيبة بجاية بأربعة